العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. الأصل عاش العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفا عالي بعده على الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني. الشهم ما بينشر بمال الدنيا جبت كاسر واللي بيغلط بياخد اجرة الثاني اليوم. روح عاد مطرحك قبل ما اجيب لك الزير سالم يقلب خريطك قلب. دور حجي شرف 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 شرف. مرحبا معلم. اهلين اهلين حجي. مسيكم بالخير يا جماعه. الله يمسك والنبي. يا سيدي لوين وصلنا؟ يا بتقول أريد أن يحيّر يا أبو اليمامة وليا شباب وحق الله اليمامة لو عايشة الحز ما تتجوز حدا غيري. اليمامة بتحبني إلي وما رح تتزوز غيري. على شنو تريدها تحبك حبيبي؟ اليمامة تريد أشكال مثلي. اليمامة بدها رجال. شنو قصدك يا وال؟ ولي العب بطنك طاووس. علي الحلال بحرمكن أنتو اتنين فوت القهوة كل عمركن. عود على رصدك. شبك انت وياه؟ عم تتخانقوا على وحدة ماتت من 2000 سنة. شلونك ابو دلال؟ اهلين بالهمشري، جيت بوقتك. الشاي صارت خمير، عود لشربك شاي. ان شاء الله صحة وانا. ما قلت لي همشري، شو رح تتصيد لنا اليوم؟ لي الله بيقدرنا عليه.
شي بيمشي على أربعة وشي بيمشي على اثنين. روح الله يسر لك دربك. الله يسر لك دربك عمي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبضاي طول عمرك أبضاي عمي. يا لطيف. وتهيأ المهلهل للحرب. اسكت. وللطعن والضرب. فركب الحصان ودخل معركة الطعان. الله أكبر. تبعه مرور قيس بن أبان هذا على رأس جيش من القادة والفرسان. الله أكبر. وبدأ الطعان. هاي هي. الله أكبر. وابتدأ القتال بالسيوف والمزارق. شو يعني مزارق؟ معك حق. المزارق يا سادة يا كرام جمع مزرق، والمزرق كرة من الحديد لها ألسنة كألسنة الشياطين والعياذ بالله. عفو الله. والتقت الأمم بالأمم والكل تقدم، فثار الغبار وصار الحصار، وقاتل الذين يقاتلون كما يقاتل أشبه الرجال. يا عميد أهلا وسهلا. تفضلي خالتي. شكرا. تفضلي يا عمو. سلم إيديك يا أمي. صحة وهنا. إمتى بدنا نفرح ببسينة وهنائي؟ لحتى يعتمد هنائي. إحنا ما عندنا مشكلة. امبارح كانت عم تحكي أم هنائي مع أبو حسن بهذا الخصوص. إيه وليش مأخرين لهلا؟ هنائي حكى مع الزعيم أبو النور وحاطت الحق عليه، ما قال له يجي يطلب البنت، والله أعلم أخذ على خاطره. إلا كم بلغية لأم هنائي وقلي لأنه بهالكم يوم منرد لهم خبر. بس هلا ما قادرة أحكي مع أبو النور لأنه براسه مليون قصة. إيه على عيني. يجب أن تكونوا متيقظين دائما، مفهوم؟ مفهوم سيزان. لا أريد أي تقاعس. ليك وجه. صباح الخير. يا صباح النور. يلا تقولوا بسمي بالله. يلا بسم الله تفضلوا. يا رب. ليه ما عم تاكل؟ والله بابا في شيء لازم اقول لك اياه. شو هذا الشيء المهم ما خلاك تاكل حتى تقول لي؟ امبارح عرفت لك انه ابو النور موصي على خيط ذهب عيار 12. والله وطالع منه على ابو النور. المشكله يا ابي انه نحن ما عندنا عيارات بكار الفضه، يعني ما بنقدر نطور شغلنا. بابا نحن شغلنا ما بده تطوير. الحمد لله ايش كان ابو النور عم يبيع بالنهار كبكوبه عم يبيع 10. بعدين هو ما عنده شغل تاني، عنده هالخيط وبس، نحن عنا شغل تاني والحمد لله. الرجال عنده شوية أراضي، نصهم لأخوه المرحوم الله يرحمه، بعدين بكل الأحوال هو الخيط ما بيصنعه، بيبعته على حلب، خيط الحرير، بيدهبوا له إياه وبيرجعوا له إياه، هاي القصة وما فيها. طيب من له المصاري؟ أبي هو بالزمانات اشتغل كذا شغلة، وجاء مردود مالي كويس.
مثل ما قلت لك عنده شوية أراضي نصها لأخوه المرحوم باعتباره هلأ هو الوصي على ابن أخوه هنائي. دائما إن شاء الله هنا. بابا اليوم عطي برا صارت استراحتي الأحد أنا بابا. شو شلون هيك صارت يعني؟ انتقلت عند الدكتور أنطواني برتاح معه وبتعلم منيح. خير إن شاء الله. يلا. الله يرضى عليك ما بدي وصيك ها مر لي على تاجر حطب بالمناخلية. لا بابا ما راح انسى بكره ان شاء الله ببلش توزيع. الله يبارك فيك. السلام عليكم دعوا لنا. الله يحميك. موفى يا ابي. وانا كمان لازم امشي. لوين؟ عندي شغل بدك مني شيء؟ بدي سلامة قلبك. وانت كمان دير بالك على حالك. ان شاء الله. السلام عليكم. الله معك. الله يحميك يا رب. خليني اياك. الله يقويك الله يقويك يا كرموف. الله يقويك يا سعدوك. اخ 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 يا ظهر يا اخ 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 يا كرموف. لك أخ على ما نطرب بيت أبو النور. هذا البيت متلتل مصاري. مين أبو النور؟ مين أبو النور؟ الزعيم. يخرب بيتك يخرب بيتك. وقلك قلب تحكيها معقولة نسرق بيت الزعيم؟ لك يا غشيم لأنه الزعيم شغلته سهلة. كيف يعني سهلة؟ لا أحكي لك. هات لشوف ووطي صوتك. بيت أبو النور عم يفضى بالنهار. ما عم تبقى فيه غير اختك أم النور. ليش وين عم يروحوا؟ الأولاد على المدرسة والبنت على المشغل وأبو النور على المكتب. ما عم تبقى غير اختك أم النور. يا عند الجيران يا لحالة بالبيت. معناتها لازم نضرب ضربة نار ظهريات. لك يا فرني ربك شو بتفهم؟ قال الفهم فضلوا على العلم ومنحطها بظهر الهمشري. ليش الهمشري بالذات؟ لأنه الهمشري من برات حارة الجوزي وأبو النور رح يصدق ويمشي فيها وبدها تقلب الصرماية بينه وبين عزمي وبتكتر مشاكلهم. بس القصة مو سهلة وأنا قلبي مو مطمئن. أخي إذا أنت ما بدك تعملها أنا رح أضربها لحالي. بس في ضريبة بجوز أقتلها لأم النور. ليش بدك تقتلها؟ لكان شلون بدي فوت على البيت وهي موجودة لما بدك اياها تناولني الاغراض. خلاص 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 اعمل اللي بدك اياه انت تصرف. بس وينها؟ هي اخر سرقه والتوبه. من تحلينا نسرق المصريات ومنخبيهم برات الحاره. ايه ده؟ اطول بالك. عنية التوفيق. لك يا ابني ربك شو بتفهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عالبركي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين بالهمشري. عمي أبو حسن عرفتوا لنا شي من سرق بيت خالتي؟ لا والله ما عرفنا. طيب أهل الحارة حدا تغير شي بحياته بانت عليه النعمة؟ أنا عم راقب كل الناس وما عرفنا شي. كتر خيرك وصينا. سلامتك. السلام عليكم. الله معك. عملت لك أطيب فنجان أخوي. يسلم إيديك يا ماما. الله يسلم. ليش بيكرهوا لعزمي بيك؟ عداوة كارو لك بنتي. بس هيك؟ ولأنه أكل مال أخو. وأبي شو دخله بهالقصة؟ من زمان كان أبوكي هو الحكم وقال له لعزمي بيك إنه لازم يكتب نص المال كانت لأخوه. عم عزمي ما عجبه حكم أبوكي ومن وقتها انتزعت الصحبة.
يعني مثل العادة أكيد الحكم ما رح يرضي الطرفين، لأنه كل واحد مفكر حاله هو الصح. عرفت لك يا عزام مين يلي عم يطالع عليك هالحكي؟ أنا حكي أمي إنه أنت اللي سرقت بيت خالتك أم محمود. أنا شاكك من الأول إنه ابنك عزمي هو ورا القصة كلها. لا والله يا ابني، ما نو عزمي، ما بدنا نظلم خطي. مين له مصلحة لكان؟ هذا يا سيدي كريم وسعده هنن يلي عم يطالعوا عليك هالصيت. عزام عزام عزام، الله يستر يا ربي، الله يستر يا ربي، دخيلك يا الله، دخيلك يا الله، الله يستر يا ربي. كان سيدنا سليمان عليه السلام يبكي في كل اسبوع مع نوع من انواع الطيور. سعد وكريم عم يجوا لهون؟ ما اجوا اليوم على القهوة. خير شو صاير معك همشري؟ بدي اياهم يحكوا قدام الكلمة اللي سرق بيت خالتي. والله يا همشري هدول جماعة سفسرية وفتانين وما حدا بياخذ بحكيهم. يعني حكوا علي. مزبوط حكوا عليك، بس الله وكيلك ما حدا بيشيل كلامهم من أرضه. الله يرضى عليك يا همشري، صور الشر وطنش كلام دوزن. كان سيدنا سليمان مثل ما قلنا يلتقي كل اسبوع بنوع من انواع الطيور والحيوانات. في يوم من الايام عامل اجتماع للطيور، اكتشف انه الغراب يعني عم يجي اخر واحد على الاجتماع، عم يهرب اول واحد من الاجتماع. قال تعال 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 هون لشوف، تعال احكي شو القصة. عم لاحظ عليك عم تيجي اخر واحد ومتفرقة وراء اول واحد. ايوه. قال له ايه والله يا مولانا. قال احكي لي شو القصة. قال له اعطيني الامان يا نبي الله. قال له روح عليك الامان. قال له يا نبي الله انا عايش انا وابي، ابي عمر كثير، عاش كثير، ألف ألف وخمسمائة سنة. قد ما عاش هر الريش تبعه كله ما تم عليه ريش، صار مثل الفروجة. فأنا تمني قاعد بجنب منه وحاضنه بالريش تبعي لحتى ما حدا يقرب عليه من الجوارح، بس أعرف إنه كل الجوارح صاروا عندي منك بحمل حالي وبرجي على الاجتماع. مشان هيك أنا بتأخر هيك وبتعول واحد مشان ما يلا يجي شي واحد قبل مني ويغفه. لا كريم سعدو لا هذا الهمشري. سعدو روح انت افتح الباب. يرضى عليك انت اخف مني. قوم معي افتح انت وياه. ولا كريم زادو شو علي نتحاسب. راح راح لك راح لما ما راح تروح روح ان شاء الله. بركي رجع هلا شو الناس هاي؟ بركي كسر الباب.
اخي الصباح رباح، ما بنعرف شو بصير معه. لي على العلاقة لا كلمه، خايف كوبس فيك. نعم أخي ياسي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. خير، شو صاير معه؟ بدي أبعت أمي لعندكم تطلبك. لوين يا أبو ناي؟ على حارة عزمي بيه. ترك تنبرون وفوت لحالك. وشو لك علاقة انت؟ مشموش، انا الحطاب وانا اللي ببيع حطب لهي الحارة. هذا الحطب مدفوع حقه ولازم يوصل لاصحابه. لك عمي طاووس، ترك الزلمة بحاله وما بدنا مشاكل. ايوه هاي حارتي وانا اللي بعطيها حطب. انت اللي عملت المشكلة وما اعطيت عزمي بيك الحطب. انا كنت بدي اعطيه، بس بدي اعطي المعلم ابو النور قبله. صور الشر، وتريك الزلمه يوصل الطلبيه لاصحابها. وانا شو شغلتي؟ الحق مع طاووس، وهي منطقته. لا تكبر له براسه لطاووس يا حلمي. ابو نعيم، ترضى حدا يفتح قهوه جنب قهوتك؟ لا والله ما برضى. شنو يا زلم؟ لحظه غزال. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا دكتور. هذا الحطب اللي مع حمدو حطبنا، فالله يرضى عليكم بعده من الطريق. ايه شو عليه؟ حمدو عليك الامان. شكرا دكتور. يلا كمان شغله بلاش. يلا يلا يعطيكم العافيه. ايه دكتور الله معك. ايه شرفوا عمي شرفوا. يلا شو عليه؟ بسيطة، انا بورجيك يا عصمان. صار وقت الغداء؟ بلا حبيبتي صار وقت الغداء. يعني معلي اكل؟ لا مو معلي، ما حلوه تاكلي لوحدك، هلا بتاكلي انت ورفقاتك. حاضر يا معلمتي. الله يحضر لك الخير. ما شاء الله وكان عليك يا بوسين، عم تتعلمي التطريز قوام. تربايتك في ريال خان. تخيل عينك. يلا هلا منتغدى انا وياكي. من بعد اذنك، يعني حابه اتغدى مع بنات الحاره. ايوه معناتها اذا هيك خليني انا اخطف رجلي على السوق اجيب كم غرض وارجع. روحي الله معك. يلا خاطرك حبيبتي، مع السلامه. بين كباريت الحارة ومعلميكم، اتاكلوا بتدفعوا. اسمع انتوا اياه، اذا تقتلوني طلع من هون ما في الا تدفعوا الحساب.
بدنا نعرف مين اللي عم يعتدي علينا. وانا شو اللي عرفني؟ اذا بتقلنا مين اللي عم يعتدي علينا خد حالك الدبل. لك يا اخي والله ما بعرف. لك رح نرجع نقعد وبدك تلبي لنا كل طلباتنا. ورح نضل ناكل حتى تقولوا لنا مين اللي عم يعتدي علينا. عليه بالعمشري. منو هاد اللي بياكل ما بده يدفع؟ حمشري بتنحل القصة كرماله لله. لا تعمل لي مشكلة، أنا من ناحيتي سامحته ما عاد بدي. روي الله يرضى عليك يا حمشري. ياسين عليك نور. عمي أبو النور شو في ياسين؟ يا عمي أبو النور هدول الفرنساوية أكلوا وما بدهم يدفعوا الحساب. معلش يا عمي أنا بدفع حسابه. روح امشوا عمي يلا نزلوا بوريدكم وامشوا روحوا واتكلوا على الله. أحط أنت وياه. خلص ياسين انا بكره بحكي مع الكابتن. امرك. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابو النور. علي ابو النور. الحمد لله رب العالمين. دايما الحمد لله. نحن بنات الخوخه تربايه وبنات اصول. اوعك لا تصيبك دوخه وما تشوف العرض المطول. ردي عليها قطيع. ايه نحن بنات الجوزة زرافة وتقلو روزة واللي بياخد من عنا ايه ما قلو فيكن عوزة. هلا يلا الواه الواه وميت الواه بدي اعرف شو فيكن قلب الرجال بيهواه. يلا نفس كتير تحية. يلا ألف اسم الله ويخزي العين. خرزة زرقاء وكندرتين أكل وحدة فيكم طلطة يا بومة يا غراب الليل. بيلبق لك يا شمقرين تقولي عنا مو حلوين. لك نحن بنات الأكابر بس يا حسرة أنتو مين. بيقولوا بنات حارة الخوخة على راسنا وزعيمهم عزمي بيك. ها هات حكي بينسمع. لك دخين عينك. سمعينا شي غنيه لفتح. يلا هاتيها. ايها تعالي عالفي. يلا حلوه اطلع. تعالي عالفي تعالي عالفي انا بدي شوفك لحظه نسرح شوي. ولا انت وياه؟ الله حيو الهمشي. ليه معلم؟ حرمنا هالطلي. اها شو بعرفنا؟ لك ليش عم تقولوا انا؟ مين عم بيقول انت سعدو؟ اعوذ بالله مو انا اخي، كل الحارة عم تحكي. قال ما حدا بيفوت على بيت ام محمود غير الهمشري. لك انا بفوت على بيتها لانها خالتي. ما نحن هيك عم نقول له. عم نقول له الهمشري عم يفوت على بيتها لانه خالته، ولو يا همشري بتعرف معزتك عنه. الله لا يحرمنا ياك. اسمعوا لا انت وياه. إذا بسمع جبتوا سيرتي بكلمة لا أسلخ جلودكم وطعميها للكلاب. فهمت؟ فهمت. يقبرني ربه شو بحب المزح. يا شو علي؟ لا يا همشري إذا بتلقى
صار لك شيء؟ لا. شو طلع لي حبدبي؟ لا الحمد لله على سلامتك. شو عليك؟ شو لابت لك هالبلاقية يا سعدية؟ اسكت وبلا ما تشمسنا. خلاص خلاص اطبخي شو ما بدك، ما عندي ما في اطيب من طبخي. خلاص حاطبخ لك على ذوقي. اكيد خير ان شاء الله من بكره. اليوم كثير على المشغل يا عبي، عندي فكره قصه جديده في ريال حبتها، واليوم رح نقصها. يعني عم تستفيدي ولك امي؟ ايه والله يا عمو. يعني انه اذا تعلمتي لك بنتي هالمصلحه حتشتغلي فيها؟ ايه مو ضروري اشتغل يا عبي، المهم اني صرت اعرف اعمل تصميم فساتين وتنانير، والله شغله حلوه. الله يوفقك يا رب. يلا يلا شرفي لوتك على الساحه الطريق. شرفي يلا. خاطرك يا مو. الله معك يا مو. لا يا بنت لا. يلا 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 يا بنتي. مين؟ ام عزمي. ام عزمي خير؟ ابو النور. خير خير. شو بدك من عمي ابو النور؟ ابنه الصغير. لك انو منن؟ لك بكري وعي بالمدرسه وجق راسه وولاد امي عم تكفوت منه كفت. امسك هنا امسك، رح شوف ابو النور بالساحه. وانت فتوح روح على بيت عمي ابو النور، شوفه اذا هنيك وخبره. يلا مشي الحارك. يا جيران يا عالم يا
شيء روح. قلنا لكم هذا محل رزق، شوي تاني رح يروح قتلة. جنودنا نفذ صبرهم وما عاد فينا نطول بالنا على المجرمين. قلنا لكم نحن ما دخلنا، امسكوهم يا اخي، امسكوهم وحاكموهم. شوف يا ابو النور، اذا ما بتساعدونا بمسك المجرمين انا بحذركم انه رح نتخذ اجراءات صارمه ضدكم. واتفقنا يا جناب الكابتن؟ ما في اتفاق. اذا ما بتساعدونا بمسك المجرمين ما في اتفاق. وصلنا. خير شوفي. الله يخليكي، شوفي ما شو صاير معه. طيب يلا رح شوف الدكتور. من شاء الله طلع. هنائي، أبي وأمي عرفوا باللي صار مع بكري؟ أبوكي ما عرفنا وينه، وحتى فتوح راح دق عليكم الباب ما حدا فتح له. شلون يعني ما حدا فتح له؟ أمي بالبيت؟ هنائي، من شاء الله روح شوف لي ليش أمي ما فتحت غلي قلبي. وبكري مين بدي رجعه على البيت؟ أنت لا تاكل هم، روح وأنا بتصرف. أمرك، سلامتك حبيبي، سلامتك إن شاء الله ألف سلامة. تقبر عندي، لا تخاف يا عمري، لا تخاف. لا تخاف تقبرني، لا تخاف، ليك حتجي الدكتورة. خير؟ شيل إيدك حبيبي، شيل إيدك. أوف، جرح كبير وغميق. اطمني، الدكتور عصمة الخوخة هو اللي راح يداوي الطفل، اطمني. تصرف دكتور. فوراً. أجري حبيبي إيه إيدك؟ إيه لا لا ما في شيء، لا تخاف، بطل أنت بطل. ها؟ شو اسمك أنت يا وضاي؟ بكري. بكري عاشت الأسامي. لا قصة بسيطة هي، لا تخاف، ريح إيدك هي، ريح ريح، برافو عليك. بكري يا بكري. شو قلت لي اسمك حبيبي؟ بكري. بكري عاشت الأسامي يا بطل، لا تخاف ما في شيء، قصة بسيطة كثير كثير. بطل يا بكري بطل. وجع؟ يلا هانت هانت من نور. والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو النور. في حرمية معتدين على بيتك. ومين هالابن الكلب اللي اعتدى على بيتي بعد الهجوم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه معافى يا بطل. شكرا كثير دكتور. ولو على شو، هذا واجبي. بعدين انا لسه ما صرت دكتور. بس هلا الدكتوره قالت لك دكتور. بس انا لسه ما تخرجت. على فكرة أنا بعرفك. أوف، من وين؟ بصراحة يعني كنت خايفة أقول لك مين أنا تقوم ما تهتم بأخي. لا الله يسامحك، هذا الحكي ما حبيته منك بنوب. يعني أنا إذا بيجي قاتل أبي وبعرف إنه هو اللي قاتل أبي بأسعفه وبدير بالي عليه. مين أنت؟ سامحني إذا ضايقتك بكلامي، أنا بنت الزعيم أبو النور. أهلا وسهلا فيكي.
بكل الاحوال لازم تجيبي اخوك اللي عندي بعد اسبوع مشان اطمن عليها. ان شاء الله. يلا حبيبي. يلا يا بطل يلا. سلم ايديك. الله يسلمك. كله خير كله خير ان شاء الله ان شاء الله. هاي طلع بالنور. ها خير عمي بالنور. ان شاء الله ما في عزم. بدي كل الرجال ونسوان الحاره يجتمعوا هلا بالساحه. طب هلا شو القصه؟ ما عندي كلام ثاني. تفضلوا. يلا مثل ما بدك. يا اهل الحاره يا اهل الحاره. يلا يا عمي يلا يلا. العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. الأصل عاش العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفا الشهم ما بينشرب مال الدنيا وقت الظلم
مثل الصخر ما بينحني.